ومن عاصمة الثقافة العربية إلى وهران، أين احتضن المسرح الجهوي عبد القادر علولة عرضا لفيلم وثائقي حول الشهيد زدور إبراهيم المجاهد، وكذا الكاتب الصحفي المعروف بثقافته المزدوجة ونبوغه الأدبي المتجدد في دور التوعية والتعريف بنضال الشعب الجزائري. الفيلم الوثائقي الذي لم يتلقى الدعم المادي الكافي من قبل الجهات المعنية باستثناء وزارة المجاهدين التي تضمن شهادات واعترافات حية للمجاهدين صورت إلكترونيا لحياة هؤلاء الشهداء لبلقاسم إبراهيم ومسيرته الثورية خلال حرب التحرير. سفيان معمر أقول بعث بالتالي. إبراهيم قاسم يعني أول شيء هو شهيد وطني، كان يعني شاعرا، كان أديبا، كان صحفيا ملتزما، كان يعني مثقفا ملتزم، يعني من كان يعرف الثورة الجزائرية من خلال كتابته. حتى واحد ما ساعدنا، كانوا غير ذاك المبلغ هذاك اللي صورنا به، والآن راه كاين زوج حلقات تاع سيكوندو مينوت يعني، وقد بث في التلفزيون، ورانا الآن نبثوه في بعض القاعات يعني للتوعية.